افتتحت منظمة الصحة العالمية اليوم بجنيف أعمال المؤتمر الدولي للصحة العالمية بمشاركة أكثر من 80 وزير صحة وشخصيات ذات تأثير على الساحة الدولية. وترأس وفد المملكة العربية السعودية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. كما تشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر بعدد من الندوات والسيمينارات مستفيدة من خبرتها وحضورها المتميز في منظمات الأمم المتحدة. Today, I want to describe the achievements of the past year and according to each of the triple billion targets in the general program of work through the stories of some of those people. Of course, to summarize all of WHO's achievements from the past year is an impossible task. The WHO results report provides a much more detailed and easy to read account of the impact we have delivered with the resources entrusted to us. من خلال حضورها ونشاطاتها الدولية تستعرض المملكة العربية السعودية تجاربها وخبراتها الممتدة لعقود في مجال الرعاية الصحية الأساسية التي تتمركز في جوهرها على سياسات وإجراءات تهدف لضمان صحة وسلامة المواطنين. هذا ويناقش المؤتمر الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق النزوح في المنطقة العربية وتأثيرات التغيير المناخي على الصحة وغيرها من القضايا الهامة. اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 72 تشارك المملكة فيها باستمرار ولله الحمد، وهناك التزامات صحية كبيرة يتم إطلاقها في المنظمة ويتم تبنيها من قبل الدول الأعضاء، ونحن أحد هذه الدول الأعضاء. من ضمن الالتزامات الهامة التي تلتزم بها المملكة اليوم في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية هو الالتزام لمكافحة السمنة والتبغ ومكافحة الأمراض المعدية وانتقالها وإيجاد الطرق السليمة لوقف انتشار الوبائيات حول العالم. حيكون في تمثيل كبير للمملكة إن شاء الله خلال العام القادم في كراسي قد تكون لها دور فعال في قيادة الصحة في العالم إن شاء الله. تعتبر جمعية الصحة العالمية تابعة لمنظمة الصحة على جهة منوط بها اتخاذ القرارات في المنظمة، حيث تجتمع تلك الجمعية مرة كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. وتعد الوظيفة الرئيسية للجمعية هي تحديد سياسات المنظمة ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها المنظمة، كما تتولى أيضا تعيين المدير العام. للمملكة العربية السعودية دور متميز في منظمات الأمم المتحدة. هذا التميز يتضح جليا في مشاركة المملكة العربية السعودية في منظمة الصحة العالمية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.